مرة أربعة. الآن إن شاء الله نبدأ في درس الفتحة، الحركة الأولى من الحركات الأساسية، حركة الفتح، صفحة 8. Kita masuk ke harokat fathah ya, halaman 8. Mana silakan dibuka. Ini keadaan pertama ya Bu ya, Bapak dan Ibu. Subhanallah. عندما نبدأ في حركة الفتحة نعرف الطفل أو المتعلم عموما يعني ما هي الفتحة، نعرفه ما هي الفتحة. الفتحة عبارة عن خط صغير مائل يوضع فوق الحرف، عبارة عن خط صغير مائل يوضع فوق الحرف، ونطق الحرف المفتوح يكون بفتح الفكين، يكون بفتح الفكين، و طبعا تفتح معهما الشفتين. ونضرب مثال له، با ما با ما ها. إذن يفتح الفكان وتفتح الشفتان، لذلك سميت فتحة، لذلك سميت فتحة لأنها يفتح فيها الفكان، فك العلوي والفك السفلي، ويفتح فيها الشفتان. نعم. Yeah, kita akan mengenalkan dulu ya tentang harokat fathah kepada tulang kita, pada siswa kita. Apa itu fathah? Fathah itu adalah baris yang disimpan di atas setiap huruf, ya. Baris yang disimpan di atas setiap huruf. Dan kenapa dinamakan fathah? Karena fathah ini adalah sesuai dengan artinya. Ini dengan membuka kedua mulut kita, fathah, fa, membuka. Dan ini semua orang insya Allah bisa, ya, fathah. طيب عندنا طريقة التهجي هنا في الحروف. سنقرأ بالتهجي وقراءة مباشرة بدون تهجي، يعني سنقرأ قراءة بالتهجي، سنقول ألف همزة فتحة أ، باء فتحة باء، تاء فتحة تاء، وسنقرأ بدون تهجي قراءة مباشرة، أ باء تاء ثاء جاء هكذا. أما عندما ندخل في الكلمات سنقرأ قراءة مباشرة فقط بدون التهجي، يعني الآن في الحروف فقط بالتهجي وبدون تهجي حتى يعرف الطفل الفتحة و نطق الفتحة. لكن عندما ندخل في الكلمات ستكون الكلمات مباشرة بدون التهجي، خا لا خالا قا خالا قا هكذا. Ya, ketika kita mengajar ke anak-anak, maka kita menggunakan metode tahaji. Tahaji itu adalah mengeja. Ya, dengan alif fathah a, ba fathah ba gitu mengeja. Ya, dengan adapun ketika memasuki kata, suatu kata misalkan da khola, maka kita baca satu-satu, tidak lagi da fathah da kho fathah da, tapi satu kali da kho da kho la da khola hakana. نقرأ سويا الحروف. بسم الله. Kita baca sama-sama. ألف همزة فتحة آ، ألف همزة فتحة آ، باء فتحة باء، باء فتحة باء، تاء فتحة تاء، تاء فتحة تاء، ثاء فتحة ثاء، ثاء فتحة ثاء، جيم فتحة جاء، جيم فتحة جاء، حاء فتحة حاء، حاء فتحة حاء، خاء فتحة خاء، خاء فتحة خاء، دال فتحة داء، دال فتحة داء، زال فتحة ذا، زال فتحة ذا، راء فتحة راء، راء فتحة راء، زاي فتحة زا، زاي فتحة زا، سين فتحة سا، سين فتحة سا، شين فتحة شا، شين فتحة شا، صاد فتحة صا، صاد فتحة صا، ضاد فتحة ضا، ضاد فتحة ضا، طاء فتحة طا، ظ فتحة ظ، ظ فتحة ظ، عين فتحة ع، عين فتحة ع، غين فتحة غ، غين فتحة غ، فاء فتحة فاء، فاء فتحة فاء، قاف فتحة قا، قاف فتحة قا، كاف فتحة كا، كاف فتحة كا. لا ننتبه، ليس قاف فتحة قاف، لا، قاف فتحة قا. الأول اسم الحرف وبعدين صوت الحرف، اسم الحرف وبعده صوت الحرف وليس اسم الحرف. Yang pertama kita baca huruf, yang kedua suara ketika difathahkan. Jadi bukan huruf asli yang dibaca. Yang pertama huruf asli, yang kedua قاف فتحة قا، قاف فتحة قا، كاف فتحة كا، كاف فتحة كا، لام فتحة لا، لام فتحة لا، ميم فتحة ما، ميم فتحة ما، نون فتحة نا، نون فتحة نا، هاء فتحة ها، هاء فتحة ها، واو فتحة وا، واو
يا فتح يا. يا فتح يا. ثم بعد ذلك نقرأ قراءة مباشرة بدون التهجي. أ. أ. ب. ب. ت. ت. ث. ث. ج. ج. ح. ح. خ. خ. د. د. ذ. ذ. ر. ر. ز. ز. س. س. ش. ش. ص. ص. ض. ض. ط. ط. ظ. ع. غ. ف. ف. ق. ق. ك. ك. لا. لا. ما. ما. نا. نا. ها. ها. و. و. يا. يا. طبعا ننتبه جيدا للحروف اللثوية وحروف التفخيم، حروف الاستعلاء ننتبه جيدا، حروف مفخمة مفخمة، والحروف اللثوية يجب أن يخرج فيها طرف اللسان. يعني هذه dengan huruf-huruf lathawiyah yang tadi yang warna kuning dengan huruf-huruf yang mufakham yang warna biru. طيب. بعد أن ننتهي من قراءة الحروف مباشرة والولد تمكن، الطفل تمكن من الحروف وفهمها، نبدأ في درس جديد اسمه تجميع حرفين، يجمع حرفين متحركين، يجمع حرفين متحركين. الأول كان حرف واحد فقط، أ ب ت ث، الآن بدأنا نضع حرفا ثانيا أصبح حرفين، أ ب أت، هكذا كما سنقرأ الآن. Setelah selesai kita membaca satu persatu, kita membaca yang digabungkan dengan dua huruf. هذا الدرس الأولى الأولى والأفضل أن يقرأ طفل مباشرة، آ آ آبا آتا آثا، هكذا مباشرة. طيب إن لم يستطع، إن لم يستطع يقرأ هكذا، آ با آبا آ تا آتا آ ثا آثا، هكذا. Yang pertama langsung dulu ya mubasyarah. A a ata ada asa. Kalau tidak bisa saya itu membacanya maka satu-satu. A a a a a ba a ba gitu. Nah, نقرأ سويا بسم الله. Baca sama-sama. A a a a a a a a a ba a ba a ba a ba a ta a ta a ta a ta أ ث أ ث أ ث أ ث ب أ ب أ ب أ ب أ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت ب ت ب ت ب ت ب ث ب ث ب ث ب ث ت أ ت أ ت أ ت أ ت ب ت ب ت ب ت ب ت ت ت ت ت ت ت ت ث ت ث ت ث ت ث ث أ ث أ ث أ ث أ ث ب ث ب ث ب ث ب ث ت ث ت ث ت ث ت ث ث ث ث ث ث ث ث. وهكذا نقرأ جميع الحروف حتى ننتهي من تجميع حرفين. المهم أن يجمع حرفين متحركين بدون مد. طيب ما فائدة هذا الدرس؟ الولد يستطيع أن يقرأ حرف واحد الآن، تعلم آ ب ت ث ج فقط، ثم بعد ذلك سيدخل في الكلمات. أقل الكلمة المفتوحة الحركات فتحة الحروف جميعا بالفتحة ثلاثة حروف، خلق سجد عبد، هكذا أقل الكلمة، يعني أقل عدد حرف حروف الكلمة ثلاثة في الكلمات، الكلمات المفتوحة خلق سجد عبد هكذا. طيب هذا أقل عدد ثلاثة، هو كان يقرأ حرف واحد فقط أ ب ت، فإذا انتقل إلى ثلاثة حروف ممكن يكون فيها صعوبة صعبة، لذلك نحن الآن نقول له أ ب أ ب أتى أتى، حتى إذا دخل إلى كلمة من ثلاثة أحرف يستطيع أن يقرأها قراءة مباشرة، خا لا خالا خالقا ساجد، هكذا. إذن تدريجيا حرف واحد ثم حرفين ثم ثلاثة أحرف. Keunggulan dari membaca ini, jadi si anak tahu tentang huruf aslinya, kemudian tahu juga mengetahui tentang huruf-huruf setelah diberikan harokat, dan nantinya anak-anak akan lebih mudah membaca perkataan.
إذن هذا كل هذه الصفحات تجميع حرفين، صفحة 9 وصفحة 10 وصفحة 11 أيضا تجميع حرفين، لكن في صفحة 11 تجميع حرفين، واحد مرقق والآخر مفخم، آخا آصا باطا باقا هكذا، جاقا حرف مرقق وحرف مفخم، يعني فيها فائدة أخرى هي جمع التفخيم مع الترقيق. Ya, dalam 5 sampai 10 ini kita sudah belajar tentang huruf-huruf, ya, baik huruf aslinya maupun huruf yang sudah digabungkan dengan dua huruf ya. Adapun di halaman 11 ini akan berlatih agar lebih sulit lagi antara huruf tarkib dan tafkhim. Yang merah itu tarkib tipis, yang hitam itu huruf tebal. Ini harus perlu ekstra belajar ya. Nah, إذن هذه تقرأ هكذا مباشرة، آخا آطا آصا. طيب نقرأ سويا من السطر الأول، آخا آصا آضا آطا آضا آغا آقا آرا، وهكذا حتى نهاية الحروف، باخا باصا باطا هكذا. وممكن لا نلتزم بما في الكتاب، ممكن أي حرف مرقق مع أي حرف مفخم، ساصا قاكا كاقا ضاتا تاطا دادو داضا ضادا، أي حرفين مفخم ومرقق مع بعض. Ini cara membaca semuanya seperti itu ya, dari akho sampai yao baca seperti itu. Boleh juga kita melatih dengan pilihan kita, kita misalkan nulis dengan huruf tipis dan tebal ya, sesuai dengan kita, nanti kita latih ya. Ini apapun huruf apapun silakan berlatih ya, tanpa harus sesuai dengan yang ada di buku ini yang untuk halaman 11. Wa aidan yajibu an nantabih fi al-huruf التفخيم والترقيق، يجب أن نقرأ قراءة صحيحة، لأن أيضا الخطأ في التفخيم والترقيق قد يكون لحن جلي مثل المخارج والصفات. فمثلا إذا قلنا عسى عصى عصى من المعصية، عسى كلمة للتأكيد، إذن غيرت المعنى، ترك ترك ترك، طرق من الطرق هكذا، إذن المعنى سيتغير تماما بسبب التفخيم والترقيق، فلا بد أن ننتبه لهذه المسألة. أبكارا أبكارا بالكاف جمع بكر، أبقارا بالقاف بقر، فالمعنى يختلف تماما، فننتبه لهذا. Hati-hati juga tentang tentang judul ini ya, antara tipis dan tebal, karena bisa jadi ini masuk kepada kesalahan besar ya, yang tadi sudah saya jelaskan, bisa membatalkan sholat nantinya ya. Kalau kita baca tadi aso, aso itu adalah bermaksiat, asa itu dalam rangka apa tadi, harapan ya. Kemudian taroka, taroka itu meninggalkan. Kalau kita baca taroko ya mengetuk, taroko albab kita mengetuk, oh toroko afan, toroko mengetuk pintu ya, atau al-karo dengan al-karo. طيب صفحة 12 هنا بدأنا نجمع له حرفا ثالثا أصبحت كلمة، إذن الآن ثلاثة أحرف، ثلاثة أحرف أصبحت كلمة، أحد خلق سجد وهكذا. كيف سنقرأ هذه الكلمات؟ الأولى الأولى أن يقرأ الطفل مباشرة بدون التهجي، أولا يقرأ هكذا، أحد أخذ ذرأ عبد سجد وهكذا جميع الحروف. طيب إن لم يستطع أن يقرأ هكذا، إذن يقرأ الحروف ثلاثة منفصلة ثم يجمعها، أحد أحد أخذ أخذ عبد عبد. طيب إن لم يستطع يقرأ كما في الكتاب، الحرف الأول ثم الثاني ثم يجمع الحرفين ثم الثالث ثم يقرأ الحروف الثلاث هكذا، أ ح أح د أحد. لكن هذا ليس هو الأصل، الأصل أن يقرأ مباشرة، أحد أخذ ذرأ. لو استطاع أن يقرأ مباشرة فلا داعي للتهجي، لا داعي للتهجي، لأن التهجي هذا طريقة للوصول إلى القراءة. طيب هو وصل إلى القراءة خلاص، لا داعي للوسيلة. طيب إن لم يستطع أن يقرأ مباشرة، إذن يقرأ الحروف منفصلة ثم يجمعها، أحد أحد
أخذ أخذ عبد عبد هكذا. إن لم يستطع إذن يقرأ كما سنقرأ نحن وكما هو موضح في الكتاب هنا. Untuk kali ini kita baca langsung dulu yang utama ahada akhada, kemudian kalau tidak bisa satu-satu kemudian dikumpulkan ahada ahada, kalau tidak bisa juga ya seperti dalam buku aha ahada ahada. Nah, نقرأ بسم الله. Kita baca a a ha ha aha aha da da ahada ahada a خا أخا أخا ذا أخذ ذا را ذرا ذرا أ ذرا أ ح ذا حذا را حذرا ح س حسا د حسدا ش ج شجا را شجرا ص ب صبا را صبرا و ج وجا د وجدا و ع وعا د وعدا و لا ولا د ولدا ع د عدا د عددا. ممكن نقرأ سويا من السطر الثاني سويا جماعة من أول كتب نبدأ بسم الله. ك ت ك ت ك ت كتب كتب كس كسب كسب كذا كذب كذب ذهب 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 طيب ممكن نقرأ من السطر الأول هنا من الإخوة فرادة إخوان سجين بشان نبدأ من لا يعني واحدا واحدا نبدأ من يمينكم أو من يميني أنا. طيب نعم أحسنت واحد نعم واحد واحد ايه تاني ايه كده تاني ايه تاني أمس ايه تاني امشي يا أمس امشي خد عيد لا لا تا صا تا صا لا تا صا لا رجع عشان رجع 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 Nah, rot,
حسبك. الأخوات ممكن أو الشراء. عندهم؟ شرع شرع ماذا اشتراه؟ رفع 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 لا مثل الثلاث أيضا سواء و س و س ل و س ل ك و س ل ك هكذا. طيب نعم التهجي صحيح لكن النطق غير صحيح. ننتبه مخرج اللام والكاف لو سمحتم أخوة، الصوت لو سمحتم، ننتبه لنطق اللام والكاف. اللام دائما مرققة، لا تغلظ إلا في اسم الجلالة الله فقط، لكن أي لام أخرى مرققة. إذن عندما نقرأها كذا وسالة لا، ليس وسالة لا 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 خطأ، الحمد لله لا لله، وسالة وسالة وسالة. أيضا الكاف ليس كا كا كا، هذه كا كا في إندونيسية، لكن في العربية ما في كا، في قا وفي كا، قاف وكاف، قا وكا، ليس كا كا كا، لا يجوز لا في القاف ولا في الكاف. إذن كاف تبيس ترقيق، كا 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 مع الهمس والشدة أيضا، كا 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 كا. إذن كا كا لا يجوز، وسالة كا لا لا لا، وسالة كا وسالة كا وسالة كا. اللام ترقيق والكاف أيضا ترقيق. أتياتي هروب لام dengan كاف يا إذا بولي جيدا فخيم يتبال وسال تبيس. نعم ها lanjut akhwat. Yang lainnya diam dulu ya. Wa qa wa qa wa qa da wa qa da. Naam, sant. Lanjut. Wa za ha wa za wa za wa za wa za ha wa za ha wa za ha qa وزهق وزهق. أجل ها ووضع نعم فما فما ك فما ك ف فما ك ت نعم فخرج. لنجد كوان تبرسفت يا فخرج فخرج لنجد فحش فحشر فحشر وذكر. لنجد لنجد هل تبقى سيابا موسى جاء وذا وذاك وذاك نحن قلنا الآن منذ قليل الذال وذا ذا ذا ليس وز ذا وذا بمولا جاء وذا وذاك وذا
ننتبه للذال والكاف. الذال مخرج اللسان، ذا ذا ذا، والكاف ترقيق كا كا. وذكا وذكرا وذكرا. نعم. طيب، بعد ذلك، بعد أن ننتهي من تمكين الكلمات، تمكن الولد تماما من قراءة الكلمات، نبدأ نضع له كلمة أخرى، أصبحت كلمتين، أصبحت كلمتين. إذن بدلا من أحد فقط وعشرة فقط، جمعنا الكلمتين فأصبحت أحد عشرة، أحد عشرة. كيف تقرأ؟ بنفس الطريقة، نقرأ أولا أحد بنفس الطريقة، ثم عشرة، ثم نجمع الكلمتين أحد عشرة. نعم. Ya, yang pertama dibaca dulu ya untuk dua kata ini, yang ahad asyara, ahad dulu seperti yang sudah di atasnya, kemudian asyara baru digabungkan. Nah, qara bismillah. A a ha ha a ha a ha da da ahada ahada a a sha sha asha asha ra ra asyara asyara ahada asyara ahada asyara a عب ب عب عب س س عبس عبس و و ب ب وب وب س س وبس وبس ر ر وبسر وبسر عبس وبسر عبس وبسر ص صاب 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 ر صابر صابر و وغ 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 ف وغف وغف ر وغفر وغفر صبر وغفر صبر وغفر. ننتبه، صبر وغفر كل حرف مختلف عن الذي يليه، يعني الحرف الأول تفخيم، الثاني ترقيق، الثالث تفخيم، الرابع ترقيق، الخامس تفخيم، السادس ترقيق، السابع تفخيم. إذن كل حرف مختلف عن الذي بعده، فلا بد من مرونة اللسان والفكين، لا بد أن يكون اللسان مرنا والفكين يكونا مرنين حتى يستطيع أن يقرأ قراءة مباشرة، يستطيع أن يرقق ويفخم بسرعة، هكذا صاب استعلاء استفال استعلاء استفال، هكذا صابر صابر، فيستطيع أن يقرأ بسهولة وليونة بدون خطأ، لأن كثير من الناس يقرأ هكذا صبر وغفر هكذا صبر وغفر، لأن هذه أسهل، كله تفخيم، هذه سهلة. أما ترقيق يصعد وينزل يصعد وينزل هكذا، فهذا صعب، يحتاج إلى تدريب، مرونة كما قال ابن الجزي رحمه الله، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، فلا بد من رياضة الفك واللسان. هكذا صبر صبر وغفر، لكن طبعا سيقرأ مباشرة سريع، فكثير من الناس يقرأ صبر وغفر، لا، يفخم ويرقق بسرعة صبر وغفر صبر وغفر صبر وغفر صبر وغفر. هكذا ينتبه، صاد تفخيم باء ترقيق، راء تفخيم واو ترقيق، غين تفخيم فاء ترقيق راء تفخيم. نعم. Ya, difahami ya, tafkhim tarkhiqnya difahami. Kemudian di kalimat dua kalimat ini antara tafkhim kemudian tarkhiq, tafkhim tarkhiq tafkhim ini harus ada perbedaan. Mulutnya harus terbiasa dengan melatih mulut dia, ya. Karena ini terkadang ada yang ba yang tarkhiqnya di tafkhim kan jadi sobo sobo. Hati-hati. Ya. Baik, ja ja a ja a جعل لا لا جعل جعل لا لا ك ك لك لك جعل لك جعل لك. نعم حسنت. واضح الفتحة؟ هذه الحركة الأولى والأساسية، حركة الفتحة. Ini harokat fathah, harokat yang pertama ya dari kondisi yang 20 tadi. Ini yang pertama yang sudah kita bahas. طيب بالنسبة للبداية مع الأطفال، نحن عندنا معلمون، كم معلم بيننا الآن؟ siapa guru di sini ada berapa guru cum guru panitia akwa tolong dihitung guru jumlahnya berapa guru TK guru PAUD guru SD SMP SMA jangan malu-malu ngacungnya jangan setengah-setengah
معلمون قرآن أيضا. Pembelajar Quran yang mengajar di madrasah, TK, TPA, cung. فقط. البقية ليس معلمين. طيب. نعم. طيب. يعني ننتبه. معلمات. معلمات. طيب. 17. طيب. طيب إذا ننتبه عند التدريس عندنا طريقتان في البداية عندما نبدأ. نحن الأول أخذنا حروف الهجاء صح؟ بعدين بعد ذلك دخلنا في حركة الفتحة. مع الأطفال عندنا طريقتان. الطريقة الأولى أن نبدأ من حروف الهجاء ويحفظ الطفل حروف الهجاء كاملة ويستطيع أن يقرأها. يعني يقرأ ويعرف الحروف. إذا سألت هذا ماذا؟ سين. هذا ماذا؟ قاف. هذا ماذا؟ تاء. يعني ليس بالترتيب، يعني يحفظها كاملة وليس بالترتيب، يعرف كل الحروف كل حرف وحده. هذه الطريقة الأولى. وبعد أن ينتهي من معرفة الحروف تماما يبدأ في الفتحة. هذه الطريقة الأولى، وممكن تستغرق تقريبا 3 أشهر. 3 أشهر خاصة بالنسبة لأطفال الروضة لمرحلة 3 سنوات. الأطفال عمرهم 3 سنوات ممكن تستغرق معهم 3 أشهر حتى يحفظ الحروف جميعا. ثم بعد ذلك في الشهر الرابع يدخل في درس الفتحة. طيب، ممكن بعض الناس يستغرق أكثر من 3 أشهر. 3 أشهر ثم 2 أسبوع للمراجعة. 2 أسبوع للمراجعة الحروف. إذن 3 أشهر ونصف، أو ممكن تصل إلى 4 أشهر لا بأس. هذا بالنسبة لأطفال 3 سنوات. ممكن أكبر من هذا تقل المدة، يعني 4 سنوات ممكن مدة أقل، 5 مدة أقل، ابتدائية مدة أقل، هكذا. هذه الطريقة الأولى. والطريقة الثانية أن يبدأ من درس الفتحة مباشرة، وهذا الذي أفضله، أن يبدأ من الحروف مفتوحة مباشرة بأصواتها، لأن الحروف في القرآن بأصواتها وليست بأسمائها، إلا فقط في الحروف المقطعة ألف لام ميم كاف هاء عين صاد ضاد سين ميم، هكذا فقط. يعني لا يوجد في القرآن حرف مثلا قاف إلا باسمه، هكذا يقرأ، إلا في سورة قاف صح؟ قاف والقرآن المجيد. أما باقي القرآن كله إما قا قي قو أق قن قن قن، صوت الحرف صح، ما في اسم الحرف آخر. لا يوجد في القرآن مثلا ضاد، ما يوجد في القرآن ضاد، يوجد ضا ضي ضو ضن أض، هكذا. إذن ممكن نبدأ نحن في الفتحة مباشرة، نبدأ في درس الفتحة مباشرة. يعني أول ما نبدأ نأخذ الحروف مفتوحة، آ با تا ثا مفتوحة مثل ما أخذنا اليوم. ثم كل يوم في كل حصة لابد من 10 دقائق لقراءة جدول الحروف الهجائية. إذن نحن أخذنا حروف الهجاء والفتحة مباشرة، يعني بدأنا في الفتحة وأيضا لم نترك حروف الهجاء بأسمائها. إذن هو يقرأ في اليوم حصته حصة درس الفتحة، ولكن كل يوم يأخذ 10 دقائق يقرأ جدول الحروف ألف همزة باء تاء ثاء جيم حاء خاء حتى حرف الياء، كل يوم يقرأ لمدة 10 دقائق. مع مرور الأيام سيمكن حروف الهجاء، سيتمكن من معرفة وحفظ حروف الهجاء مع مرور الأيام. كل يوم هو يقرأ الجدول، كل يوم خلاص سيقرأ، سيستطيع أن يتعلم ويحفظ حروف الهجاء. وأيضا نبدأ من درس الفتحة مباشرة. بهذه الطريقة سنختصر تقريبا 3 أشهر أو 4 أشهر التي كان سيأخذها في حروف الهجاء. سنقص هذه المدة، خلاص تخرج من المنهج. نعم. طيب، untuk para guru ya, terkhusus guru-guru Al-Quran dan untuk antum semua yang mengajarkan anak-anaknya, ada 2 metode dalam mengajarkan yang sampai fathah ini ya. Yang pertama, jadi mengenalkan ke putra-putri kita, siswa-siswa kita tentang huruf hijaiyah, ya hurufnya, nama hurufnya, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, ya. Dan mereka bisa hafal hurufnya ya, baik itu secara berurutan maupun dicek-cek gitu satu-satu. Dia benar-benar hafal, ya. Dan ini membutuhkan waktu kurang lebih untuk PAUD kurang lebih selama 3 bulan atau sekitar 4 bulan. Yes. Begitu kemudian yes. Masuk ke huruf fathah dengan langsung membaca tanpa diajar. A, ba, ta, tha. Ya.
Dan kemudian pada setiap harinya itu sisihkan waktu kurang lebih sekitar 10 menitan ya, untuk memurojaah nama-nama huruf tadi. Alif, ba, kalau dia sudah pindah ke fathah, nanti dimurojaah lagi alif-alifnya, nama-nama hurufnya alif, ba, ta, ta, jim, sehingga dia mungkin hafal huruf-huruf tersebut. طيب واضح؟ إذا ممكن نبدأ من الفتحة مباشرة ونأخذ الجدول الحروف كل يوم لمدة 10 دقائق كل حصة. طيب الحركة الثانية حركة الفتح الكسرة. حركة الثانية. حركة الكسرة. عندما نبدأ في حركة الكسرة أيضا مثل ما فعلنا في الفتحة. كل حركة نبدأ فيها لابد أن نفهم الطالب مفهوم الحركة، ماذا يعني هذه الحركة، ماذا تعني فتحة كسرة ضمة هكذا. إذا فهم مفهوم الحركة خلاص إذا سيتمكن من الدرس بسهولة. هنا الكسرة هي عبارة عن خط صغير مائل يوضع تحت الحرف، تحت الحرف، ونطق الحرف المكسور يكون بخفض الفك السفلي، خفض الفك السفلي، هذا معنى الكسر. ماذا يعني خفض الفك السفلي؟ هذا الفك السفلي، هذا عندنا فكان، فك علوي والفك السفلي. هذا الفك السفلي ينخفض إلى أسفل قليلا، باء كسرة بي بي بي، ينخفض إلى أسفل قليلا، جيم كسرة جي، ميم كسرة مي، وي جي، حي خي كي، ينخفض إلى أسفل قليلا. وناطق الحرف قارئ الحرف المكسور يكون كالمتبسم، كأني أبتسم هكذا، بي مي جي حي هكذا. نعم. يا حروف كسر ini sebagaimana catatan kaki di bawah ya. Penjelasannya adalah an al-kasrata khatun saghiratun ma'nun yudawwa tahta al-harf. Ini garis yang miring yang disimpan di bawah huruf itu huruf kasrah. Ya, dan ini juga harus diterangkan terlebih dahulu, diterangkan tentang apa itu makna kasrah ya, yang tadi sudah kita jelaskan di catatan kaki itu. Ini dengan menurunkan rahang paling bawah. Ini ada rahang atas, ada rahang bawah. Ya, dan ini mirip ketika kita tersenyum, ya, seperti tersenyum. Itu mirip seperti itu. Jadi kalau kita menyebutkan huruf kasrah ini, tinggal menurunkan rahang yang bawah saja. I, B, T, seperti itu. أيضا سنقرأ الحروف مثل ما فعلنا في الفتحة، نقرأ الحروف بالتهجي ثم قراءة مباشرة بدون التهجي. نقرأ بسم الله. ألف همزة كسرة إي، ألف همزة كسرة إي، باء كسرة بي، باء كسرة بي، تاء كسرة تي، تاء كسرة تي، ثاء كسرة ثي، ثاء كسرة ثي، جيم كسرة جي، جيم كسرة جي، حاء كسرة حي، حاء كسرة حي، خاء كسرة خي، خاء كسرة خي، دال كسرة دي، دال كسرة دي، ذال كسرة ذي، ذال كسرة ذي، راء كسرة ري، راء كسرة ري، زاي كسرة زي، زاي كسرة زي، سين كسرة سي، سين كسرة سي، شين كسرة شي، شين كسرة شي، صاد كسرة سي، صاد كسرة سي، ضاد كسرة ضي، ضاد كسرة ضي، ضاء كسرة طي، ضاء كسرة طي، ضاء كسرة ذي، ضاء كسرة ذي، عين كسرة عي، عين كسرة عي، غين كسرة غي، غين كسرة غي، فاء كسرة في، فاء كسرة في، قاف كسرة قي، قاف كسرة قي، كاف كسرة كي، كاف كسرة كي، لام كسرة لي، لام كسرة لي، ميم كسرة مي، ميم كسرة مي، نون كسرة ني، نون كسرة ني، هاء كسرة هي، هاء كسرة هي، واو كسرة وي، واو كسرة وي، ياء كسرة يي، ياء كسرة يي. ثم نقرأ قراءة مباشرة بدون التهجي. إي إي، بي بي، تي تي، في في، جي جي، حي حي، خي خي، دي دي، ذي ذي، ري ري، زي زي، سي سي، شي شي، صي صي، ضي ضي، طي طي، ضي ضي، عي عي، غي غي، في في، قي قي، كي كي، لي لي، مي مي، ني ني، هي هي، وي وي، يي يي. أنا انتبه للياء المكسورة يي، حتى لا يقرأ الطفل إي بالهمزة، ممكن يسمعها هكذا
لا ينتبه فيقول إي لا يي يا كسرة يي طيب بعد ذلك الكلمات صفحة 16 أيضا الكلمات كما ذكرنا في الفتحة اقرأ مباشرة الأولى إرامة حابطة خالتي تجد إرامة هكذا هذا هو الأولى طيب إن لم يستطع الطفل أن يقرأ مباشرة إذن يقرأ ثلاثة أحرف منفصلة ثم يجمعها حابطة حابطة إرامة إرامة خالتي خالتي أجد أجد هكذا إن لم يستطع يقرأ كما في الكتاب Ini sama seperti yang sudah-sudah di Fathah ya. Kalau bisa langsung dibaca mubasyarah iroma habito. Kalau tidak bisa tiga huruf dipisah kemudian disatukan. Kalau tidak bisa juga seperti yang ada dalam kitab ini. Nah, naqra bismillah. I I ra ra ira ira ma ma irama irama ha ha bi bi habi habi ta ta habita habita kha لا لا خالة خالة تي تي خالتي خالتي أ جي جي أجي أجي دا دا أجي دا أجي دا را را حي حي راحي راحي ما ما رحيما رحيما س س خي خي سخي سخي طا طا سخي طا سخي طا را را دي دي رادي رادي ف ف رادي ف رادي ف ا ذي ذي أذي أذي نا نا أذينا أذينا ف فري 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 ح ح فريحة فريحة ك ري كري كري ها كريها كريها لا لا بي لبي لبي س لبيثا لبيثا خا سي خاسي خاسي را خاسيرا خاسيرا نقرأ سويا غضبا غ ضي غاضي ب غاضب ش ري شاري ب شريب و سي وسيع وسيع س خي سخي را سخيرا يا إي يا إي س يا إي س نسي نسي يا نسي ش ري شري ل شري ل س في سفي ها سفي ها شي يا شي يا تا شي يا تا قي با قي با لا قي با لا عي وا عي وا جا عي وا جا شي يا شي يا عي شي يا عي يا شا يا شا إي يا شا إي أزا أزا ري أزا ري عهي عهي دا عهي دا بدا بدا تي بدا تي عمي عمي لا عمي لا بخي بخي لا بخي لا تجي تجي دا تجي دا وسا وسا اي وسا اي نعم أحسنتم واحدا واحدا انا انتهينا Yang akhwat siap-siap ya nanti lanjutkan. Ikhwan dulu sekarang. Fari, fari, ma, fari, ma. Baru. Ma, bi, fa, bi, ma, fa, bi, ma. Wali, wali, ya, wali, ya. Wami, wami, na, wami, na. Wako, wako, a, wako, a, tati, wako, ati. Bala, bala, go, bala, go, ti, bala, go, ti. Wa'a, wa'a, na, wa'ana, ti, wa'ana, ti. ذكر خمس ك
أحسنتم. أخوات؟ أخوات عندما يقولون جزاك الله. قبل قبلك قبلك. نعم. تبي تبي ما تبي ما ك تبي ما ك. ني بيباداني بيباداني هذه كلمة واحدة بيباداني أزفتي 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 طيب الكلمتين أيضا مثل ما فعلنا في كلمة بعد خمس دقائق. طيب ننتهي من الكسوة. جهر به أيضا وضعنا كلمة أخرى أصبحت كلمتين بالفتح وبالكسر. نقرأ سويا جهر به. بسم الله. جاء جاه ها جاه جاه را را جاه را جاه را بي بي هي هي بي هي بي هي جاه را بي هي جاه را بي هي و و جا جا و جا و جا ع و جاع و جاع لا لا و جعل و جعل ك لي لي كلي كلي ما ما كلمة كلمة ت كلمة كلمة وجعل كلمة وجعل كلمة لي لي أ أ لي أ لي أ ها ها لي أ ها لي أ ها ب ب لي أ ها ب لي أ ها ب لا لا كي لك لك لأهب لك لأهب لك ن نز ز نز نز لا لا نزل نزل بي بي هي به به نزل به نزل به. نعم أحسنتم. في نهاية لا حتى لا ننسى بعد كل درس بعد كل طبعا عندنا بعض المعلمين وبعض المعلمات عند كل درس نأخذه مع الأطفال يعني مثلا اليوم أخذنا أربع كلمات غدا ستة ثمانية تدريجيا طبعا الكلمات تزيد كل يوم تزيد الكلمات أخذنا أربع كلمات أو ستة أو ثمانية أو عشرة الحصة الكلمات التي نأخذها في الحصة تكرر في آخر الحصة مباشرة تقرأ مباشرة نترك خمس دقائق في آخر الحصة نقرأ فيها الكلمات مباشرة يعني مثلا اليوم قرأنا السطر الأول هنا فلما فبما ولي ومن تهجي في نهاية الحصة لابد أن يقرأ هذه الكلمات قراءة مباشرة بدون التهجي فلما فبما ولي ومن خمس دقائق يكرر مع المعلم الكلمات قراءة مباشرة بدون التهجي. Setelah beres kita mengeja, maka kita melazimkan untuk mengulang-ulang secara langsung, ya, tidak lagi dieja tapi langsung falima, falima langsung setelah dieja-eja, ya, setelah dieja kita terus-terus seperti itu sampai si anak bisa menyebutkan secara sempurna. Nah.
وبهذا يعني تنتهي الفترة فترتنا الثانية، وإن شاء الله ندخل في درس الضمة بعد في الفترة الثالثة في أي ساعة؟ يعني واحد ونصف. واحد ونصف طيب إن شاء الله. نختم؟ نعم. طيب sudah selesai ya, kita akan lanjutkan nanti pukul setengah dua ya, untuk urusan fathah dan kasroh sudah selesai, urusan doma kesana ya. Yang perlu diperhatikan ikhwan akhwat sekalian, tadi cara mengeja dari yang dua kata itu hati-hati ya, tidak dieja semua, tapi kita mengetahui ada dua kata yang terpisah, jadi tidak boleh setelah waja'ala, contohnya waja'ala jadi disatukan waja'alaka, tidak boleh, tapi dipisah dulu karena itu dua kata. Ya, diperhatikan juga cara mengeja syekh agar kita tahu bahwa mengejanya sampai sini, ya. Kita tutup dulu. Kalau perlu jelas, Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.